بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت منافسات بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية التي ينظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وشهدت البطولة حضور سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد عن تقديره للجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في مواصلة تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى في المحافظة على إرث الرياضات الفروسية، خصوصا في رياضة جمال الخيل التي تعتبر إحدى البطولات الخالدة ومنبعا في إبراز قدرات الإنتاج البحريني، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين تحافظ دائما على مكانتها العالية في هذه الرياضة العريقة. وأوضح سموه أن رياضة جمال الخيل تمثل جانبا عريقا من اسم وتاريخ البحرين العريق في جانب هذه الرياضة، بعد أن اقترح اسم المملكة باعتباره أحد أكبر معاقل الخيول العربية الأصيلة، وهو تأكيد على مكانة المملكة في المحافظة على التراث. وقال سموه إن الاهتمام الكبير من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة شكل نقلة نوعية في مواصلة ازدهار وتطور رياضة جمال الخيل، ولا شك أن هذا الاهتمام والدعم انعكس بالإيجاب وبشكل كبير على الملاك والإسطبلات في عكس الصورة المتطورة لرياضة جمال الخيل عبر العروض الجميلة التي شهدتها بطولة العيد الوطني. وأشاد سموه بجهود الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة وجهود رئيس وأعضاء لجنة جمال الخيل وكافة المنظمين والحكام، وبارك سموه لجميع الفائزين بالمراكز الأولى في هذه البطولة. كما أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد بالعروض المميزة التي شهدتها البطولة، وتابع سموه فئات بطل الأبطال وتوج الفائزين فيها.